مرحبا، شلونكم؟ خلينا نسوي اول شيء تيست نشوف من الشباب. اي اتصور تمام. هسه احنا حاليا لايف. تمام، اهلا وسهلا بكم استاذ فواز صفار. اهلا استاذ وسهلا عزاز استاذ علي. اهلا وسهلا استاذ علي. ننتظر هيك دقائق حتى يصير عدد اذا امكن. اليوم راح نحكي عن عده مواضيع، بيصير عدد. خلينا نعرف كل واحد يعرف عن نفسه، بس ننتظر الشباب نوصل للعشرين شخص ونبلش. صوت تمام عند الكل. الشباب اللي يتابعونه ممكن تشيكون موضوع الصوت. اهلا وسهلا استاذ محمد، شلونك؟ استاذ حيدر اهلا وسهلا بك. العفو سيد محمد، شوف ان الصوت اذا صوتنا تمام. تمام، خلي نبلش. اول شيء اريد نعرفكم على استاذ فواز. اهلا وسهلا بك استاذ فواز. اهلا استاذ علي. استاذ ازاد اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا استاذ علي، حياك الله. استاذ فواز، سولف لنا عن مجلة أصدقائي، فد وصف للمشروع. بالبداية مساء الخير جميعا، كيف الحال؟ إن شاء الله الكل يكون بخير وتمام إن شاء الله. مشروع مجلة أصدقائي بدأ سنة 2016 التخطيط له. الهدف من عنده هو يعني ليس فقط تأسيس مجلة للأطفال، الهدف كان هو تأسيس عالم متكامل للأطفال يشمل كل المالتي ميديا برودكشن، الثقافية والترفيهية والاجتماعية. مجلة أصدقائي كانت هي الخطوة الأولى من المشروع، لأن يعني ما نقدر نبدي بكل الخطوات ولازم، بس كان لازم أكو بداية. فالمشروع بدأ بشخصين فقط، أنا وزوجتي، وبدينا بي شوية شوية بتأسيس المجلة. طبعا إصدار العدد الأول طول حوالي سنة ونص تقريبا لمشاكل فنية، وكان صعوبة باختيار الستاف اللي يشتغل بالمجلة لأسباب فنية لا مجال لذكرها الآن. بس الحمد لله صدر العدد التجريبي في وقتها بال 2018 بشهر الثامن تحديدا يوم 1/8، و لاقى صدى طبعا، لانه ما عندنا مجله للاطفال احنا بالعراق، او ما عندنا اي منتج ثقافي للاطفال بالعراق يكون بطريقه تفاعليه. يعني هو اكيد في مجلات اخرى، بس بالطريقه اللي احنا اعتمدناها انه تكون طريقه تفاعليه مع الاطفال ومع عوائلهم، المجله اصدقائي كانت الاولى بهذا الموضوع. فباختصار حتى ما ناخذ وقت من البقيه، المجلة كانت كل مواضيعها عراقية، كل شخصياتها عراقية، شخصيات احنا ابتكرناها، وكنا حريصين على انه تكون القصص مالتها من الواقع العراقي. يعني الاطفال العراقيين دا يقرون مجلات اخرى عربية او اجنبية لكن بعيدة تماما عن الواقع. الهدف كان من المجلة انه نوصل الافكار والقيم المجتمعية والاخلاقية للاطفال بطريقة القصص، اللي هي اقرب وسيلة ممكن ان توصل الى قلب الطفل. وطريقة الكوميكس العراقي اللي هي قليلة موجودة بالعراق، احنا بدينا بيها على غرار الكوميكس الامريكي، كنا بشخصياتنا العراقية، بلس انه كان اكو مواضيع اخرى بالمجلة، مواضيع ترفيهية وتعليمية وحتى مواضيع طبخ ومواضيع ابتكارات علمية ويدوية واعمال يدوية. المهم حاولنا نخلق جو متكامل للطفل ممكن انه يساعده على بناء شخصيته. فكان العدد الأول صدر، وبعد ما صدر العدد الأول بأشهر تقريبا شاركنا بمسابقة رواد العراق
اللي هي كانت عن فئة خدمة المجتمع، والحمد لله أخذنا بعد منافسات لأكثر من مرحلة أخذنا بها المركز الثاني عن فئة خدمة المجتمع، ومستمرين والحمد لله. شكرا جزيلا دكتور آزاد، ممكن فد وصف لمشروع أدوبة؟ نعم أستاذ علي، طبعا شكرا جزيلا أستاذ علي للاستضافة، وتحية طيبة لأستاذ فواز وجميع اللي ويانا الآن على اللايف. طبعا أدوبة كتسمية راح أبدي به، هي تسمية سومرية وتعني بيت الألواح. السومريين كانوا أو فتحوا هاي المدرسة لأبنائهم حتى يعلمون أبنائهم كيف يكتبون الألواح السومرية ويقروها في نفس الوقت. فاختارينا اسم المشروع اللي يرتبط بحضارة العراق من أجدادنا السومريين. طبعاً المشروع بدأ التخطيط إلى ب 2018 وانطلق رسمياً في منتصف 2019. هذا المشروع هو أحد المشاريع التابعة لشركة سمارت ويز اللي أنا أحد مؤسسيها، بالشراكة مع شركة سيمي كولن للبرمجيات وأمن المعلومات اللي هم أيضا الجزء الثاني المؤسسين من شركة سمارت ويز اللي هي متخصصة بالديجيتال ترانسفورميشن، التحول الرقمي. طبعا المشروع عندنا أيضا أعضاء آخرين منتمين للمشروع اللي هم أستاذ حيدر وأستاذ رائد اللي يكونوا متواجدين في بناية المحطة لمتابعة المشروع على الأرض. أدوة كمشروع هو عبارة عن هايبرد، تطبيق بين الهاتف وتطبيق عبر الويب سايت، يساعد المؤسسات التعليمية تحديدا المدارس لحد هذه اللحظة لتحويلها من عالم الورقيات والإدارة الكلاسيكية إلى عالم الرقميات، بما معنى أنه كل العمليات اللي تتم بالمدرسة، كمثال بسيط من دخول الطالب إلى بناية المدرسة وكل ما يتم عمله في المدرسة خلال الدوام إلى غاية خروج الطالب من المدرسة، كلها تتم عن طريق السيستم. فبملخص بسيط، أدوبة هو مو فقط تطبيق يسجل حضور للطلاب أو إرسال واجبات أو تسجيل حضور، إحنا اعتمدنا آلية جديدة وأسلوب جديد بإدارة المؤسسة التعليمية في العراق، استفادينا من تجارب موجودة في دول أخرى، تجارب ناجحة عملية ما طبقناها بشكل يعني كاستنساخ، لا ابتعدنا عن هذا الأسلوب، حاولنا نستخدم أسلوب الكونتنت العراقي، إنه التجربة موجودة ناجحة في سين من الدول لكن ما نطبقها بشكل ميمي، نحاول نعشقها بشكل يتناسب مع البيئة العراقية، مع المجتمع العراقي، مع احتياجات المدارس العراقية، أكيد باختلاف احتياجاتها بين مدرسة وأخرى. فسعينا حقيقة أنه ندخل أسلوب جديد ومفهوم جديد للمدارس العراقية من خلال هذا المشروع. عاشت إيدك. سؤالي لك دكتور فواز، خلال هاي الفترة احنا هاي ظرف صعب، شنو الأفكار اللي انت قدرت تقلل يعني، او شلون تستثمر هاي الأوقات اللي الناس كلها قاعدة هسه بالبيت بالنسبة بالنسبة للستارت اب؟ بالمناسبة هو الموضوع ترى مو بس هاي الفترة اللي احنا قاعدين فيها بالبيت، هي التحديات مستمرة دائما. يعني يمكن يعني فترة البيت ايش قد صار لنا احنا 3 أشهر تقريبا او 3 يعني شهرين أو 3، هي موضوع الفيروس اللي صار والله يعديه بخير وسلام على الجميع ان شاء الله. بس هو المشروع مشاريع الستارت اب اللي بالعراق، وحضرتك استاذ علي يعني من المناضلين ورفاق الدرب وبهذا الموضوع، دائما التحديات موجوده، لان يعني انت عندك مشكله بالاقناع، عندك مشكله بايصال الفكره، عندك مشكله اصلا يعني احنا افكارنا كليتنا الستارت اب افكار جديده بالمجتمع، يعني عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى هي إقناع المجتمع، وهاي سهلة صارت، كنا نتوقعها صعبة لا طلعت سهلة، لأنه إحنا كليتنا مشاريعنا بها قيم مضافة فمنفردين بها،
فلاقت استحسان من الجمهور والحمد لله. بس عندنا مشكلة ثانية اللي هي مشكلة التسويق داخل البلد بشكل عام. يعني احنا باعتبارنا كل ثلاثتنا احنا منتجات وطنية، فالمنتجات الوطنية مظلومة دائما. فأنا حتى ما اتشعب بالموضوع، احنا يعني ما راح نحكي على نحتاج دعم ولازم دعم، لانه هذا الموضوع يعني الحمد لله والشكر حسمناه وما راح نحصل عليه. بس لازم دائما نكون متجددين بافكارنا. يعني انا بالنسبه لي للمشروع، مشروع اصدقائي، هاي الفتره اللي صارت القاعده اللي بالبيت، انا مواصل العمل، لانه انا اصلا دا اشتغل، اصلا انا اشتغل من البيت. كل عمليات يعني كل البروسيسنج مالت المجله هو انا يصير عندي اونلاين الى ان اوصل الى مرحله الطبع. فانا دا احضر، انا عندي تقريبا هسه صار عددي جاهزات للطبع. عدا هذا فاني متواصل ويا الجمهور اللي عندي، يعني بمسابقات بسيطه، بتواصل ويا الاطفال، تشجيعهم على استغلال اوقات فراغهم. والاطفال اللي يكتب قصيده، اللي يكتب قصه، اللي يرسم رسمه، كلها من لما توصلني للصفحه مالت المجله انا انشرها مباشره، تشجيع لهم وحتى يستمرون بالابداع، لان هي تنميه الابداع هي الفكره الرئيسيه من المجله. عاشت ايدك، يعني استثمرت هاي الفترة الصعبة بحلول مبتكرة يخدم مشروع. طبعا طبعا أكيد. نفس السؤال الدكتور آزاد، خلال هاي الفترة شنو الأمور اللي قدرت أنت تستثمرها بحيث نقدر نقول تستفاد من هاي الفترة أو تستثمرها بشكل صحيح؟ طبعا أنا بالبداية يعني أعضد على كلام أستاذ فواز اللي سواه، حقيقة هو عين الصواب. مثل ما تفضل استاذ فواز، الستارت اب بشكل عام، ماكو ستارت اب يعني ينمو بسوق مثالي، ماكو بالعالم، يعني حقيقه يعني نواجه هاي الحقيقه، ماكو سوق مثالي بالعالم. بكل سوق اكو تحديات، اكو ازمات، اكو انحرافات معينه، اكو صعود، اكو هبوط، اوكي. لكن لنكن واقعيين، بالعراق شويه الموضوع زايد عن حده. يعني احنا اذا نحكي عن ادبا، احنا المستهدفين من ادباء او زبائننا هم المدارس، وكل شخص يتعامل مع المدارس. يعني احنا عندنا الطالب، عندنا الاستاذ، كادر التدريسي، عندنا الكادر الاداري، عندنا المستثمرين، عندنا وزاره التربيه، وان شاء الله المرحله الثانيه من ادباء راح يكون ايضا متوجه للجامعات السنه القادمه ان شاء الله، راح نعلن عن هذا الموضوع. فأي خلل موجود بالعملية التربوية، تحديداً الذهاب للمدارس الدوام بين قوسين، أوكي، راح يأثر علينا. فإحنا تأثرنا حقيقة مو فقط في أزمة كورونا، وإنما قبلها إذا يعني نتذكر صارت موضوع المظاهرات والاحتجاجات اللي صارت بالعراق وفي بعض أغلب المحافظات العراقية، أعتقد هاي أثرت علينا جدا صراحة. مضينا بحالة يعني أسميها حالة كساد، والفريق يعني أدباء بشكل عام اتفقنا على تسمية هذا الموضوع أنه مرينا بحالة كساد، لأنه أغلب المدارس عزفت عن الاشتراك ويانا، لأنه يجاوب يقول ماكو دوام، طالب مدى يوصل للمدرسة. استغلينا هاي الفترة في عملية الداتا مايننج اللي هي تحليل البيانات. صار عندنا احنا خلال السنة الدراسية 2019-2020 عندنا بالضبط 20 مدرسة اشتركت وياهنا، حوالي 2500 طالب متوزعين بين هاي المدارس. طبعا المدارس تختلف من روضة إلى حد الإعدادية، والتركيز في محافظة بغداد. استفادينا من هاي العشرين مدرسة من 2500 طالب، حللنا البيانات، شفنا شنو هو نوع المنتج مالتنا، شلون يقدر يتناغم مع الاحتياجات الموجودة حاليا من هذول الطلاب، زادا احتياجاتهم المستقبلية. فاستفادنا مرة أخرى من هاي المرحلة اللي كانت مرحلة الكساد أنا أسميها في تحليل البيانات. بعدين جت المرحلة الثانية اللي صار بيها بيك كلش عالي، من صار كورونا وصار قرار وزارة التربية بشكل رسمي، أو خلية الأزمة أعتقد بشكل رسمي، تعطيل الدوام لأغلب الوزارات، حظر الانتجوال، الحجر الصحي إلى آخره. صار موضوع التعليم الإلكتروني، موضوع التعليم الإلكتروني من انفتح بالعراق كاسم، حقيقة غير مفاهيم كثيرة
في موضوع الاعتماد على الأنظمة التقنية والسيستمات الخاصة في إدارة العملية التعليمية. فصار هجوم كبير من قبل أغلب المدارس، سواء مدارس حكومية أو مدارس أهلية، على موضوع استخدام التطبيقات. فالحمد لله إحنا يعني شركائنا المتمثلين في شركة سيمي كولن زادوا من ساعات عملهم. وضعنا خطط بالتعاون مع الفريق الموجود في بغداد، أستاذ حيدر وأستاذ رائد، وشفنا أنه أكو حاجة معينة نطور المشروع مالتنا أو نطور التطبيق والسيستم، ونفتح له بوابة أخرى تختص بالتعليم الإلكتروني، بحيث تساعد مدارسنا الموجودة حالياً المشتركة ويانا، أو أي مدرسة مستقبلية تريد تشارك تساعدها، على الأقل ما نقول حل المشكلة 100%، لكن يعني بالإنجليزي يسموه compromising، يعني نوعاً ما تقدر تحل هاي المشكلة. فأطلقنا حوالي 3 تحديثات خلال أسبوعين أو 3. يعني الشخص اللي يعرف في موضوع الآي تي، موضوع البرمجة، راح يعرف شنو معنى 3 تحديثات خلال 3 أسابيع. يعني جهد جبار كانوا يعملون ليل نهار تخدم المدارس وتساعدهم بث محاضرات وإكمال محاضرات للطلاب من خلال السيستم مالتنا بشكل سيستماتيك، بشكل منتظم، على الرغم من أزمة الإنترنت. احنا اعتمدنا على امور معينه نقدر من خلالها ما نعتمد على الانترنت، يعني اذا الانترنت ضعيف نقدر نحط حلول، يعني نشد من المدارس انه تعمل كذا كذا كذا، اذا كان الانترنت ضعيف استخدموا هاي الخاصيه، استخدموا الاسلوب الثاني، اي تكنيكات تدريسي في الولايات المتحده الامريكيه على بعض الاجانب، قلت انقل بعض الاليات اللي اذا كان هناك انترنت. مثلا على سبيل المثال ارسال فيديو عالي الجوده كلش حجم كلش كبير، نقسم الفيديو الى بارتين، يعني بما معنى انه احنا في ادباء، نعم احنا في ادباء استخدمنا يعني اساليب مو فقط برمجيه وانما حتى اساليب إدارية يعني نطبق عليها في مساعدة المدرسة. تمام، أنا العفو أريد أسأل فد سؤال، هذا سؤال جانبي للأستاذ آزر. نعم. من مريم، السؤال يقول شنو اللي يميز نظام أدوبة عن بقية الأنظمة؟ بس أريده باختصار. أنا آسف الصوت جدا عندي مو واضح. ألو؟ نعم بس الآن، ممكن السؤال العفو. شنو اللي يميز، سؤال مريم يقول لك شنو اللي يميز نظام أدوبة عن بقية الأنظمة؟ نعم، سؤال طبعا جدا ممتاز. أدوبة عبارة عن انتجريشن لعدة أنظمة في نظام واحد. أدوبة هو نظام درس، أدوبة هو نظام محاسبة، أدوبة هو نظام تقييم وتقويم، أدوبة هو أيضا تعليم إلكتروني. يعني إذا أي مدرسة تستخدم أدوبة راح تلقي أنه بدل أن تستخدم عدة برامج أو عدة تطبيقات لأداء مهام معينة، ممكن استخدام كل هاي المهام من خلال نافذة، من خلال نافذة واحدة. هذا خلينا نقول الاختلاف الأول. الاختلاف الثاني اللي احنا نعتمده، احنا نوفر خدمه لزبائننا نسميها 24/7. الفريق التقني موجود عندنا دائما يتواصل مع المدارس، في حال المدرسه عندها مشكله تقنيه باي وقت احنا نتواصل معها وهم يتواصلون معنا ونحلها باسرع وقت ممكن. يعني بما معنى انه احنا نبقى متواصلين مع زبائننا في اوقات الدوام وخارج اوقات الدوام. الاختلاف الثالث اللي ايضا احنا نتميز عنه عن الباقين، احنا دائما بتطوير. يعني اذا هاي السنه او ما صار سنه، احنا اذا بدنا نتكلم عن شهر تموز 2019 لحد الان، احنا
منزلين حوالي 25 تحديث. هذا التحديث قائم على الفيدباك اللي وصلنا من المدارس، يعني بمعنى الفلكسبيليتي الموجود في أدباء جدا عالي ويختلف عن التطبيقات الأخرى. عاشت إيدك دكتور، عاشت إيدك. سؤال الأستاذ فواز، بما أنه كنا نعرف يعني مسيرتك وشلون حضرتك كافحت على مود تنجح المشروع الخاص بك، شنو نصيحتك للشباب؟ يعني هواية من الشباب لما يواجهون مشاكل يوقفون أو يحاولون يغيرون الفكرة، شو وقت يعرفون الشباب بأنه هي هاي الفكرة غير مناسبة أو هاي الفكرة يراد لها صبر؟ لا، هو غير مناسبة هاي لازم يحددها من البداية. يعني المشاريع المماثلة هي هواية موجودة بالسوق العراقية، أيا كان المشروع لازم أكون مماثل إلى بالسوق العراقية. بس إحنا كليتنا نعرف، وحضرتك تعرف أستاذ علي والدكتور، لازم أنت بالمشروع مالتك عندك القيمة المضافة، لازم عندك فت قيمة لي قدام أنت محضرها، بحيث هذه اللي راح تنافس بيها باقي المشاريع المماثلة. هاي واحدة. اثنين، أهم ما بالموضوع وهاي ما تغيب على ريادي الأعمال المفروض، موضوع الشغف. يعني أنت الموضوع المشروع اللي عندك ما تأخذه أنه مشروع تجاري راح أجرب أما أنجح أو أفشل. أولاً إذا يريد يشتغل على هذا الأساس فاحتماليات السوق العراقية 99.5% فشل، هاي اللي قدام. زين، فأنت لازم لما تدخل للمشروع مالتك تدخل أنا دائماً أقولها وحضرتك سامعها من عندي هواية أستاذ علي، تدخل بالروح القتالية. يعني أنا دائماً من كانوا يسألوني إيش قد احتماليات فشل المشروع، أقولهم 0%، بينما هو أي مشروع تجاري ممكن أنه يكون قابل للنجاح وقابل للفشل. احتمال الفشل لازم تلغيه نهائياً، ودائماً تحاول أنه تطور الخطة اللي عندك، ودائماً تحاول تطلع الشيء الجديد، لا يصير المشروع مالتك بملل، لأنه بعدين أنت كصاحب مشروع راح يصير عندك هذا الملل. دائما لازم يصير عندك افكار تخليك متواصل ويا الكاستمرز مالتك على طول. يعني لان احنا بمقاييس الاستقرار الاقتصادي، احنا ما عندنا استقرار اقتصادي، انه عالميا يمكن دكتور ازاد خارج العراق ويعرف، عالميا الاستقرار الاقتصادي يقاس على 5 سنوات فما فوق. اي احنا صار لنا 50 سنة ما عندنا استقرار لمده سنه، فلازم دائما احنا يعني متسلحين اول شيء بالصبر ومنمل. لازم مشروعك تخلي ببالك انه هذا المشروع لازم ينجح، اما الوسائل اللي شلونها لازم يصير عندك، لازم يعني الابتكار والكرياتيفيتي اللي عندك لازم ما توقف، لازم تدافع. هاي وسيله دفاعك الوحيده على المشروع مالتك. فهاي النصيحه، يعني لا يمل، لا يقول والله ما راح ينجح المشروع، والله يرد الدعم وما حصل الدعم، لا هاي طريقه جدا غلط. يعني انت تخيل انه مشروعك بس انت مقتنع به وتدري تنفذه، لما تمشي على هذا الاساس زين راح تشوف صار عندك فت كوميونيتي كامل بدون ما تدري بسبب اصرارك على النجاح. فهاي النصيحه، هاي اهم نصيحه للشباب خصوصا اللي يقدمون مشاريع جديده. عاشت ايدي. دكتور ازاد، هواي شباب يهتمون بموضوع يعني يسوي ستارت اب يعتمد على تطبيق او فكره. خلينا نقول ايش قد العمر الافتراضي على مود نقدر نقول بانه المشروع بدا يشوف النور، تقدر تسوي له انطلاقه؟ يعني شنو الاليات قبل لا يطلع اونلاين، او شنو الوقت المناسب حتى يطلع بيه اونلاين؟ يعني عدم هذا السؤال. خليني ابدا طبعا اول شيء اعضد على كلام استاذ فواز، واعتقد يعني هو اجاز ولخص كل الامور اللي انا يعني كنت دا
دا أتفكر بها أحكيها وألخصها. لكن حتى أربط بين السؤال حضرتك وأيضا بعض النقاط اللي نورنا بها أستاذ فواز، إحنا بالعراق ولنكن واقعين، وآسف إذا شوية مرات أكون صريح بعض الأحيان، إحنا بالعراق لحد الآن مفهوم ريادة الأعمال مفهوم غير ناضج، يعني بما معنى المجتمع الواعي اللي يتكلم بلغة ريادة الأعمال، الجهات الداعمة، الجهات الساندة، جدا ضعيفة. يعني مبدأ جدا حديث دخل إنه، طبعا هو مبدأ غير مو حديث بالعالم، وإنما جدا خلينا نقول مو كلش قديم أيضا، لكن إحنا كنا بالعراق دخل إنه بشكل متأخر، فمفهوم شوية مشوه. إحنا بالعراق من شخص عنده فكرة ويحب يسويها كبزنس، هذا مو معناه هو صار ريادي أعمال. فالريادي الأعمال، ريادة الأعمال هي أسلوب حياة قبل ما تكون بزنس، أسلوب تفكير قبل ما تكون يعني ماني وراح يصير خلال سنة مليونير أو ملياردير. فهاي المشكلة الأساسية اللي إحنا خلينا نقول كعراقيين المفروض نحاول نوعي بها شبابنا، ومن خلال يعني المحطة، من خلال المراكز الأخرى. يعني آسف ما أتذكر بعض الأسامي للمراكز، يعني مو بالعراق حاليا فيغيب عني بعض الأسماء. عندنا مسابقة رواد الأعمال، يعني من خلال هاي المحافل ممكن أنه نزيد الثقافة بشكل عام لمفهوم ريادة الأعمال. هذا الجانب. الجانب الثاني حتى جاوب على سؤالك، ماكو فورمولا معينة مثل الرياضيات Z is equal X plus Y حتى نقول إنه خلال كذا سنة المشروع يقدر نقدر نعرفه ناضج ونقدر نطلقه. المشروع الريادي بشكل عام أكو فت سيستم إلى أنت كريادي أو كصاحب فكرة المفروض تثقف نفسك، تتعلم، تسأل، تروح إلى دورات، تتكلم مع الآخرين شلون تنضج الفكرة وتقدر تخليها مطبقة. طبعا قبل التطبيق أكيد أنت لازم تخليها pilot project اللي هو مثل خلينا نقول فات سنة أو ستة أشهر تجريبية، أوكي. وإحنا هذا اللي سويناه إحنا بهدبة، اعتبرنا هاي السنة الدراسية هي سنة تجريبية إنه كسيستم، كبرمجة، كفريق إدارة، كآزاد، ويانا فياض، ويانا قاسم، ويانا رائد، ويانا حيدر، مع الاحتفاظ بكل الألقاب أكيد. فهاي اعتبرناها pilot project. الآن راح ننتقل السنة الثانية إن شاء الله، سنة دراسية 2020-2021، راح نعتبرها الانطلاقة الحقيقية لمشروعنا، لأن صارت عندنا يعني تجربة حقيقية. فهذن النقطتين حقيقة إحنا لازم نفكر بيهن، وأني أدعو شبابنا الحلوين والإسباع حقيقة اللي عندهم أفكار جدا جميلة، عندهم طموح، دائما يبحثون عن يثقفون نفسهم من خلال يعني الاجتماعات، من خلال الأسئلة، من خلال حضور الدورات، ويخلون حياتهم عبارة عن ريادة أعمال، حياتهم عبارة عن تطوير مستمر ما يتوقف، تعليم وكسب المعلومات يعني موضوع مستدام ما ينضب، أوكي. ماكو إنسان يوصل إلى مرحلة بالريادة الأعمال يقول أوكي أنا معصرت هنا وانتهى الموضوع، لا، كل يوم يتعلم، كل يوم يكتسب معلومات، كل يوم يتوسع أفقيا وعموديا بالفكر مالته. أكو نقطة أخرى أحب أيضا أوضحها إذا سمح لي الوقت، اللي هي التفكير من خارج الصندوق. احنا بريادة الأعمال إذا ما عندك هاي السكيل أو ما تحاول تدرب عقلك على هاي السكيل، أعتقد الشخص اللي اختار موضوع ريادة الأعمال اختياره مو بالمكان الصحيح. ريادة الأعمال أحد أهم مميزاته أنه يفكر خارج الصندوق، يعني بما معنى من أكو مشكلة بالمجتمع. هو شنو ريادة الأعمال بشكل بسيط؟ عندنا مشكلة بالمجتمع أنت تريد تحلها من خلال التكنولوجيا، نقطة راس سطر، هاي هي ريادة الأعمال. إذا ما تفكر إذا ما تفكر شلون تحلها بشكل
مو تقليد كلاسيكي، مو أنا شفت برنامج موجود بالسعودية وش قلت لي والله هذا خوش برنامج حلو وراح أجي أطبقه بالعراق، هاي مو ريادة أعمال، وهذا المشروع راح يفشل لأنه أنت مجرد جبته واستنسخته من مكان آخر، أنت جيب الفكرة من مكان آخر مو مشكلة، بس لا تطبقها بنفس الأسلوب، طبقها بأسلوب يتماشى مع البيئة مالتك. إحنا بالعراق بيئتنا بيئة تختلف عن هواي أماكن، فالتفكير خارج الصندوق حقيقة لازم إحنا يعني حتى نعمل عليه حقيقة في برامجنا في وزارة التربية تحديدا من خلال مناهجنا بالمدارس. يعني للأسف يعني هاي الثقافات أو السكيلز الحديثة اللي العالم الآن يطلع لها ويدرب أجيالها للمستقبل، لأن المستقبل تريد حلول غير كلاسيكية. وأبسط مثال ما يتم الآن ما نشهده الآن العالم كله يشهد موضوع الكوفيد 19 الكورونا، أوكي الآن كل العالم تعيد حساباتها في موضوع ريادة الأعمال، موضوع الأفكار الجديدة، موضوع تفكير خارج الصندوق، موضوع الفوركاستنج وإلى آخره. عافية إيدك دكتور. دكتور سؤال من لين أسد مرة من بسمة بشكل مختصر أتمنى تسأل بأنه سوء خدمة الإنترنت. هذا موجود، هاي مشكلة حقيقية موجودة وعدم استقرارها، شنو الحلول المقدمة من قبلكم؟ تمام، طبعا سؤال جدا ممتاز وأتمنى أنه ينسمع من عندي بشكل واضح. احنا بالعراق عندنا أزمات مستدامة ثاني أسميها، وأعتقد كلكم تسموها نفس التسمية. أحد هاي الأزمات هي الإنترنت. احنا عندنا الإنترنت مشكلة المشاكل، كل المشاريع الموجودة حاليا بالعراق متمثلة بمشروع أستاذ فواز، مشروعنا أدبا، وباقي المشاريع حتى مشروعكم أستاذ علي كله يعتمد بشكل أساسي على الإنترنت. يعني بما معنى حتى البرفورمانس مالته يوصل للمثالية لازم الإنترنت يكون على الأقل واصل للستاندرد. للأسف إحنا بالعراق ما واصل، فإحنا بأدبا سوينا، احنا ناغمنا هذا الموضوع. على سبيل المثال اعطيك مثال بسيط، حتى انت تفتح التطبيق مالتنا برمجيا احنا الفريق البرمجي حاول بكل قدرته بكل خبرته انه يكون تطبيق خفيف، يعني من تحمل التطبيق ما تحتاج انترنت كلش عالي، من تفتح التطبيق ما يحتاج انترنت كلش قوي، زائد ان السيرفرات مالتنا هي سيرفرات موجودة بدول الانترنت مالها كلش ممتاز، في ألمانيا، في أعتقد اليوكي أيضاً عندنا سيرفر، فهاي أيضاً مواضيع داعمة. فإحنا كل المدارس اللي شاركت ويانا من نيجي نسألها هل عندكم مشكلة في موضوع فتح التطبيق، سرعة مالته، التصفح من بين واجهة إلى أخرى، الحمد لله لحد اللحظة ما واجهتنا أي مشكلة. هذا جانب. الجانب الثاني وفرنا شيء داخل التطبيق سميناه الأدباء كلاس روم. الأدباء كلاس روم، الأدباء كلاس روم وفرنا للتدريجي يقدر يخلي الوسائط مالته بشكل مختلف. يعني أنا كتدريجي كأستاذ خلينا نقول مادة الفيزياء أقدر أخلي فيديو قصير، أقدر أخلي بي دي اف، أقدر أخلي أقدر أخلي ملف صوتي، هذا ما يكون مباشر، ما أحتاج الإنترنت، ما يكون عندي شيء مباشر. التعليم الإلكتروني أيضا معلوم مشوه الآن، يعني مو شرط الأستاذ يطلع الطلاب ما تحتوي التعليم، ممكن يسجل مالته بشكل متقطع خفيف، يعني السايز يعني اعتمدت على احجام قليله، بنفس الوقت نظام الباك اب دائما يكون موجود. تمام، شكرا جزيلا. اي نعم، خلتنا هذا خلينا نقول من حل المشكله، اكيد ما بدي اقول لك اني دا احل المشكله، بس خليتنا يعني تقلل من حجم المشكله. خلينا نقول شكرا جزيلا. استاذ فواز عندي فت سؤال لحضرتك، بما انه انت من الستارت ابس اللي قديمه بالعراق
شنو التحديات اللي واجهتها خلال هاي السنوات؟ وهاي التحديات هل خلال هاي الفترة فادتك بعدين لما تجاوزتها؟ اي اكيد طبعا. يعني طبعا دكتور ازاد كفى ووفى في موضوع المشاكل اللي عند ريادي الاعمال. احنا المشكله الرئيسيه انه المقابلك قليل من عندهم اللي يفهمون معنى رياده الاعمال. يعني انت بالبدايه لما يكون عندك مشروع، تدري بالبدايه انت عندك المشروع وبعدك حتى الحياه ورديه عندك، لانه انت تعبان على المشروع والفكره اللي عندك هي فكره اكيد هي محترمه وجديده وبها قيم مضافه كثيره. فتتوقع دائما انه بمجرد ان تقدم على دعم او على قرض او على اي شيء، راسا راح يقولوا لك اي تدلل وصار وهذا مشروعك احسن مشروع بالعراق. طبعا هي هاي هنا اللي راح تجي الصدمه الاولى اللي راح يواجهها كل ريادي اعمال، لسبب دائما هاي الصدمه خلي تكون مصدر قوه لريادي الاعمال، لانه هذه مو معناها انه انت مشروعك بغلط او مشروعك بخلل معين، بس هي ثقافه ان يفتهمون الجهات الداعمه او الجهات المموله اكو فرق بين ريادي الاعمال وبين العاطل عن العمل. يعني قسم يفسر ريادي الاعمال هو عاطل عن العمل ويريد يقدم على قرض حتى يصير عنده مشروع، هي مو هو تماما الموضوع مختلف. وحضرتك ودكتور ازاد كلكم ريادي اعمال من العتاد بالعراق وتعرفون انه هي مو هاي الفكره. زين، فهو هذا التحدي الاول اللي لازم يعبره اي ريادي اعمال، لازم يعبره، لازم يعتز بالفكره مالته. بعدين او هو طبعا ضد فكره بلان بي، انه المشروع مالتك لازم ما بي بلان بي، بس خلي بلان اي يصير عليها تعديل ما يخالف. يعني الاهم شيء، اهم شيء يعني حضرتك قلت انه واحد يستفاد من الخبره، اهم شيء الاحباط لا يصير، امشي بالمشروع مالتك كمله وصحح الاخطاء اللي بيه. دكتور ازاد قال انه لازم نتعلم من البقيه، ولازم طبعا انت لازم اي مشروع انت دخلت في مجال معين، اذا حضرتك او دكتور ازاد او اني، احنا مشاريعنا يعني احنا ما فارقين الذره، لكن مشاريعنا بيها فشيء جديد ما موجود، بس نشوف قصص النجاح اللي هي مشاريع مماثله لنا. وهاي قصص النجاح اكيد تعرضت الى احباطات كثيره الى ان نجحت، فنحاول نتعلم من عندها. اضافه الى هذا انه ممكن استفاد من خبرات موجوده هنا عندي بالعراق، ممكن انه استشيرها بالاشياء اللي ما اعرفها انا. القصد انه انت لازم تواصل المشوار، بس مو تواصل المشوار بدون تصحيح لاخطاء ممكن انه تكون موجوده وانت غافل عنها بالدراسه الاوليه. يعني احنا في الدراسه الاوليه كل تماخذتنا اللهفه والشغف بالمشروع، فممكن انه يعني نخلي بالنا انه اوكي هاي النقطه راح تمشي، هاي راح تصير، هاي لا هي مو هيك، لازم كلها تنحسب وقتها. فممكن من الاحباطات او من الاخفاقات اللي تصير بالبدايه احنا راح نصحح هذا المسار. ف انا وصلت يعني صارت عندي فكره، هاي من فوائد القعده بالبيت مال كورونا، انه نبدي نخلق جيل من الاطفال هم ريادي اعمال. لان احنا اللي دي يصير عندنا شنو؟ اللي دي يصير عندنا 80% من ريادي الاعمال دي يتكونون بالطريقه الاتيه: يخلص كليه او يصير صف رابع كليه، يشوف انه اكو احباطات بموضوع الشغل والوظيفه، او بالاحرى مثل ما يسموها التعيين، لان هو التعيين مو شغل، اكو فرق بين التعيين وبين الشغل. الشغل انه يصير عندك شغله بيدك وتشتغل ويصير عندك كرياتيفيتي، التعيين انه تروح تاخذ وظيفه وتاخذ راتب وتقعد بيت. زين، فلما هو ده يوصل الى هذا العمر السنه الاخيره من الكليه وينام ويقعد يريد يصير ريادي اعمال، هنا راح تصير المشكله، لانه لازم يبدي يشتغل على نفسه ولازم يبدي يحضر نفسه انه شلون يخلق مشروعه والمن راح يستشير وهواي تفاصيل كثيره احنا ما نخوض بها. لكن لما نتأسس الى جيل، يمكن استاذ علي حضرتك تتذكر احنا الايفنت اللي سويناه نقرا لنبتكر، سويناه يعني مجله اصدقائي مع حضراتكم بايوتي تيدز، لو تتذكر المسرحيه اللي سويناها على رياده الاعمال سووها اطفال بعمر 9 سنوات و10 سنوات،
انه شلون عنده مشروع وبدا هذا المشروع يبدي يريد مساعده من اهله ومن اصدقائه حتى يبدي يبني له ستراكشر لمشروع بسيط في 10 سنوات. هذا لما نتاسس له كل الباقي راح يمشي صحيح. لما يوصل الى مرحله العمل او عمر العمل اللي هو خلينا نقول بعد عمر ال 22 او 23 سنه، هذا عنده كل الاخلاقيات وعنده كل التفكير اللي يحتاجه ريادي الاعمال، ومحتمل انه من يوصل الى هذا العمر يوصل الى مرحله التنفيذ وليس التفكير، وهي نقطه كلش مهمه. فيجوز هاي مفاجاه راح تسويها مجله اصدقائي بعد انتهاء الازمه، وتسوي ايفنت رياده الاعمال للاطفال يعني ان شاء الله. ان شاء الله. هسه حاليا نستقبل الاسئله مع الناس المشاهدين، بس بينما توصل الاسئله انا عندي فت سؤال. شنو رايك دائما بفكره التعاون بين الستارت ابس، بما ان احنا بالعراق بوضع مختلف، هذا الوضع ما مشابه لغير دول، فلما اثنين ستارت اب او مجموعه من الستارت اب، بما انه احنا هسه حاليا بالبيج مال ميكر كامب اللي هو بمجموعه من الستارت اب، والهدف من ميكر كامب بانه شلون الستارت اب تتساعد بيناتهم على مود نطلع فد فائده مجتمعيه خلينا نقول، والفائده المجتمعيه اللي هي ممكن تكون تثقيفيه او اعلانيه، هذا ترجع بالمنفعه علينا بالمستقبل. ف شنو رايك استاذ فواز بهذا الموضوع؟ انا ما يصير انطر رايي بهذا الموضوع لانه شهادتي راح تكون مجروحه، باعتبار احنا يعني مجله اصدقائي واي او تي كيدز واي او تي ميكر احسن، اقولها بكل فخر، احسن ثنائي رياده اعمال او ستارت اب موجودين بالعراق بالساحه حاليا. يعني احنا على مدى سنه من التعاون المشترك مع الاي او تي كيد اعتقد حققنا نجاحات ممكن يعني اختصرنا بها وقت 5 أو 10 سنوات. خلقنا مجتمع، اقترنت اسماءنا سوية، لما تنذكر مجله اصدقائي ينذكر وياها اي او تي كيدز وفايس فيرسا وبالعكس. فهذا تخيل لو كل المشاريع، احنا كل المشاريع احنا دائما كنا نحكيها حتى برواد العراق حكيناها، احنا مشاريعنا تكميليه. يعني رغم انه انا مثلا اشتغل مجله اطفال، وحضراتكم عندكم اللي عند الدكتور ازاد عنده نظام للمدارس، وحضراتكم عندكم نظام البرمجه، بس احنا لو تجيها بالواقع احنا واحد يكمل الثاني. لما نتعامل على اساس انه احنا كوميونتي واحد بكل من محتفظ بكيانه الاقتصادي، هاي منتين من عندها، لكن لما ننزل كقوه رياديه الموضوع يصير غير شكل. واحنا استاذ علي يعني احنا تجاربنا كانت جدا ناجحه، ورش العمل اللي سويناها معاكم بالسمر سكول اللي فاتت، ومسابقتين للقصه، قصه بابليه والنقرا لنبتكر، نجاحها كان قوي جدا، وانا على ثقه انه ما كان نجحت لو اي واحد مسويها بانفراد، ما كان نجحت النجاح اللي حققته بالاتحاد. فبالعكس، والميكر كامب ان شاء الله من يصير، يعني ترى احنا ممكن انه يصير اتحاد من 80 مشروع او 90 مشروع ذاك الوقت، ممكن انه احنا راح ناسس هيئه لرياده الاعمال، فما راح نحتاج دعم من احد، بالعكس راح يصير الدعم داخلي. اليوم انا عندي شغله ويا مشروع ادوبو ويا اي او تي كيت ويا اكس واي زد، احنا راح نشوف مشاريعنا صارت متكامله وحدها. ف اولا احنا راح ننجح، هاي منتهي من عندها. ثانيا راح نصير حافز للبقيه، يعني البقيه حتى يقولوا انه احنا بدنا نشتغل وحدنا وما حد يساعدنا وراح نفشل، وهاي لا، بالعكس لا حد يشتغل على اساس انه هو وحده بالساحه، دائما الاتحاد يؤدي الى نتائج اضعاف مما واحد لو يشتغل بشكل مفرد. عاشت ايدك استاذ، عاشت ايدك. العفو استاذ ازاد، هل انت برايك شنو اللي يحتاج مجتمعنا من توعيه؟ هل يحتاج بانه التوعيه بالنسبه للمشاريع الرياديه اللي موجوده بالعراق،
وهل اكو فتح حلول مقترحه؟ هل الموضوع يراد له صبر؟ يعني لو اكو بالك فتح حلول معينه. طبعا سؤالك اللي وجهته لي هسه والسؤال السابق اللي وجهته للاستاذ فواز انا اعتبرهم من اهم الاسئله اللي وجهت اليوم. خليني اجاوبك على السؤال اللي وجهته لي، واذا سمح لي الوقت ممكن اعلق بشيء بسيط على السؤال اللي وجهته للاستاذ فواز. طبعا احنا اكيد نحتاج الى ثوره في مجال التوعيه. احنا عندنا مشكله بعالية التفكير بمجتمعاتنا أو بمجتمعنا، يعني بشكل عام المجتمع العراقي. عندنا مصطلح دائما نستخدمه راح أقوله بالعامية، هذا الشيء ما يشتغل بالعراق. هذا يعني هذا المصطلح إحنا سامعين من كنا صغار، أي فكرة جديدة حتى بالمدرسة، بالمناسبة حتى بالمدرسة إذا الطالب مثلا يسأل سؤال شوية غريب اوكي او ما موجود بالمنهج او شويه ما له علاقه بهذا الموضوع ممكن يربطه بموضوع اخر، شوف الاستاذ على الاغلب طبعا يعني اقول يتنرفز او ما يكون يعني مرتاح للاجابه اللي هيك اسئله. فاحنا اي شيء غريب اي شيء في شيء جديد بالعراق نخليه في خانه الشك او خانه انه هذا الشيء ما يشتغل، هذا الشيء ما راح يشتغل عندنا. طبعا السبب اسباب كثيره، واحنا يعني نعذر انفسنا اولا، يعني احنا ايضا من هذا المجتمع ما ننسلخ من عنده، ونعذر الـ يعني باقي اعضاء المجتمع، لان الظروف اللي مرت بالعراق هي ظروف ما مرت على اي دوله بالعالم. فنحتاج الى ثوره في مجال التوعيه. التوعيه مره اخرى والاستاذ فواز لمح عليها وحقيقة طرح نقطة جوهرية وأني أرفع إلى القبعة حقيقة على هذه النقطة، اللي هو قال نخلق جيل من يبدأ من المدرسة يعرف شنو ريادة الأعمال. أنا من أقول من هو أستاذ فياز قال هاي النقطة، طبعا أكيد أنا متأكد أستاذ فواز قصده أنه مو بالضرورة أنه نقول ما هو تعريف ريادة الأعمال، مو هاي النقطة، إنما يتعلم أساسياته من اللاوعي مالته، يعني من اللاوعي في 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 عالم اللاوعي. واتمنى احنا ما نتكلم الان شغلات نفسيه كثيره، في عالم اللاوعي من هو طفل الى ما يتدرج بالمدرسه يتعلم على مهارات الساعده اوكي في مجال رياده الاعمال. هاي نقطه هي اساس التوعيه، هي هاي اساس التوعيه. التوعيه تبدا من المدارس، احنا اذا نهتم بالمدارس نهتم باطفالنا نهتم بشبابنا الحلوين اوكي ما راح نوقع، انا متاكد راح كثير من المشاكل تنحل. هاي نقطه رقم واحد. نقطه رقم اثنين اللي ايضا استاذ فواز انا جدا ممنون طرحها، اللي هي موضوع الاعتماد على النفس كستارت اب، واحنا نشكل كوميونتي. احنا نخلي مبدا ونقطه راس سطر بعد هذا المبدا، الدعم الحكومي خلينا ننساه، خلينا ما نتكلم عنه ولا نتقرب له حتى بالأحلام، حتى بالأحلام ما نتقرب له. خلي إحنا كستارت أب، إحنا كمشاريع، إحنا كشركات بمختلف اختصاصاتنا نتحد. هذا الاتحاد يكون قائم على شيء قانوني، على شيء سيستماتيك، ومثل ما قال أستاذ فياض كل شخص، عفوا أستاذ فواز، كل شخص يبقى محتفظ بكيانه. أنا قبل فترة تواصلت مع أستاذ فواز هاتفيا وطرحت عليه أنه نتعاون، نبحث تعاون بينك كأدباء وبين مجلة أصدقائي. بكرة إذا إن شاء الله أجي للعراق وألتقي بأستاذ علي أكيد راح أفتح وياه هذا الملف. أستاذ علي تعال نتعاون في مجال، ليش؟ لأنه إحنا كالآي أو تي كيدز كمجلة أصدقائي كأدباء احنا كنا نشارك وان كوميونيتي اللي هي المدارس والطلاب. فشنو الضير انه احنا نتعاون، لانه بالتعاون راح يتقوي من القيمه المضافه اللي تقدمها مشاريعنا. نعطي مثال بسيط، الان شركه فيسبوك مثلا او شركه امازون اللي القيمه السوقيه مالتها ذني بالبليونز، مو مليونز، بليونز، مليارات الدولارات. من تريد يعني تسوي مثلا عمليه تسويق ما تبدي من الصفر، لا، تروح تبحث على شراكة مع شركة يسموها البارتنرشيب، تبحث مع شراكة مع الشركة قائمة وعندها خبرة وتلتصق بها وتقدم لها هاي الخدمة أكيد طبعا مقابل
الطرفين يستفادون بطريقة أو بأخرى. فهذان الأمرين حقيقة إحنا نحتاج بها إلى توعية كتوعية مجتمعية، وأيضا توعية في داخل البيئة، بيئة ريادة الأعمال الموجودة بالعراق. خلي نبتعد عن مبدأ إنه كل شيء إلي، أنا أريد أدباء، أنا أريد يصير عندي ألف مدرسة وبس إلي الألف مدرسة. خلي أبتعد من هذا المبدأ، خلي يصير عندي بدل الألف مدرسة يصير عندي 10,000 مدرسة، لكن جبت 10,000 بالتعاون مع الاي او تي كيدز ومع مجلة أصدقائي وهكذا. خلي نبدي نفكر بتكوين هذا الكيان، بتكوين هذا المجتمع، حتى احنا كنا ننجح وراح يكون نجاحنا عصامي. وهاي اهم نقطة اني يعني تعلمتها من والدي ومن اهلي، انه اي نجاح يكون عصامي، ما اعتمد على الاخرين. خلي افشل مرة مرتين ثلاثة اربعة الف الفين مو مشكلة، المهم مثل ما قال استاذ فواز، من افشل من اسقط انهض مرة اخرى، لان انا الهدف مالتي اؤمن به، أنا أؤمن أنه أدباء يجي يوم من الأيام يكون بصمة كبيرة ورقم واحد على صعيد كل العراق. أنا عندي هذا الفيجن. ليش؟ لأنه أنا أؤمن بفكرتي، أؤمن بالمنتج مالتي، وعندي إيمان قوي بالفريق اللي أنا أشتغل وياهم، اللي هم بدونهم، بدون أستاذ فياض، بدون أستاذ قاسم، بدون أستاذ حيدر، بدون أستاذ رائد، بدون ناس آخرين جدد راح يدخلون ويانا المشروع قريبا إن شاء الله، بدون هذولا عزاد ما موجود، ودبا ما موجودة. فخلي نفكر ونحاول نبني هاي الأفكار بشكل سليم، وأكيد راح نحتاج وقت حتى نشوف الحصاد، لكن على الأقل خلي نبني ونحاول. شكرا جزيلا لك. سؤال الأستاذ فواز، شنو رؤيتكم المستقبلية للمجلة؟ يعني وين نشوف المجلة بعد سنة سنتين ثلاثة؟ خلنا نفرض. أستاذ علي، إحنا أطلعنا من إطار المجلة. المجلة قلت لك هي كانت الخطوة الأولى، فإحنا الحمد لله هسه إحنا بدينا بتأسيس عالم أصدقائي. أنا بعد ما أقول مجلة أصدقائي، لأنه عالم أصدقائي راح يكون عالم للأسرة العراقية بشكل عام. لما يسألوني يعني على المجلة يقولوا لي من يا إلى أي عمر مخصصة، فأقولهم من 6 إلى 76، حتى يضحكون مرات يقولون يعني 76 سنة عمر. قلت لي إنه هي المجلة مجلة الأسرة العراقية، يعني تمام إنه هي موجهة للأطفال بشكل عام، بس هي قاعدة أساسية لخلق عالم متكامل من عالم متكامل للطفل. يعني إحنا بعد سنة سنتين لا تسألني على مجلة أصدقائي، سألني شنو راح تطلع مشاريع بعد مجلة أصدقائي. احنا الخطة انه نتحول الى الكارتونز، نتحول الى الانيميشن، الى مسابقات للأطفال، الى دور سينما خاصة للأطفال. يعني باختصار عالم متكامل، مو بس الطفل يتمتع به وانما حتى أسرته. فهذا هو الخط اللي احنا من اول يوم لتأسيس مجلة أصدقائي كانت هاي الفكرة. حتى لما كانوا يسموه بالمسابقة مع رواد العراق، يذكرون الأصدقاء برواد العراق، كانوا يسموه والت ديزني العراق. زين، فأنا أصححها، هي ليش والت ديزني العراق؟ والت ديزني خليها بأمريكا. هي عالم أصدقائي، يعني هذا إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاثة إن شاء الله إحنا راح نكون واصلين له، بنينا به أصلا، لأنه حضرتك شفت بالمسابقات وهذه إحنا طلعنا عن إطار مجلة. احنا قمنا نحاكي مواهب الطفل، نحاكي مواطن الابداع اللي عند الطفل، وهو هذا اهم شيء. هذه هي البنى التحتيه الاساسيه للمجتمع. الطفل لما تبني طفل مثقف ويعرف شلون يضحك، يعرف شلون يفكر، يعرف شلون يبدع، يعرف شلون يكتب ويرسم، خلاص انت اسست الى قاعده مجتمعيه صحيحه. هذه كل ما راح تكبر، كل ما راح تكبر مواهبها وياها، وكل ما راح تكبر إمكانياتها، إلى أن لما يوصل إلى العمر اللي يطلع به من الطفولة، أنت خالق إنسان متكامل، ما تخاف عليه من أي شيء. بالعكس، أنت ضفت قيمة مجتمعية للبلد بشكل عام، خلقت جيل محترم مثقف يحترم الآخرين،
عنده موهبة في كل المجالات، وهو هذا أهم أهداف مجلة أصدقائي، البحث عن مواطن الإبداع وتنميتها داخل الطفل. فإن شاء الله أنت ويانا طبعًا، يعني بعد سنتين ثلاثة أنت راح تكون ويانا، إن شاء الله منعوفك إيه يعني إيه ويانا، فراح تشوف النتائج اللي راح تصير إن شاء الله. إن شاء الله شكرًا. أكيد إن شاء الله نبقى دائما نسوي. هسه حاليًا أريد بشكل مختصر أستاذ فواز، شنو رسالتك للشباب قبل أن نختم، لأن بقى من الوقت 4 دقائق، فبشكل مختصر شنو رسالتك للشباب؟ فكروا لا تتعبون ولا تملون، لأنه الملل هو أساس الفشل. كليتنا تعرضنا إلى محاولات لكسر عزيمتنا، وتعرضنا إلى أحباطات عديدة جدا، مو من هسه، من زمان، احنا من زمان نشتغل بالسوق، مو هسه بهاي السنتين ثلاثة. الوقع اللي توقعها لازم تقومك أقوى من عندها، وخليك دائما قوي، وما دام فكرتك أنت مؤمن بيها وواثق أنه هذه مصيرها النجاح، لا تتخلى عنها نهائيا تحت أي ظرف، مهما حاولوا يقللون من قيمتها. الكسرة اللي تجيك لازم تقويك أكثر، هذا أهم شيء يخلوا بالهم. عاشت إيدك دكتور آزاد، رسالة للشباب. والله استاذ علي، يعني رسالتي بشكل مختصر هي القراءة خارج الكومفورت زون، يعني خارج الـ 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 الاختصاص مالتك. يعني إذا أنت اختصاصك هندسة، حاول تطلع على اختصاصات أخرى وبشكل بسيط، وأهم شيء ابتعد عن السياسة. استغل عالم السوشيال ميديا بعيدا جدا عن السياسة ومهاترات السياسية اللي تدخل بيها وتاكل من وقت الشباب كثيرا حقيقة، اللي يعني دا لاحظة. ابتعد عنه بالكامل. إذا تحب تنجح ركز على هدف محدد، حاول تنمي نفسك خارج إطار، مو فقط اختصاصك، خارج إطار الاختصاص، لأنه العالم الحديث ماكو شيء هسه اسمه اختصاص. هسه كل الاختصاصات يسموها المتعشقة، الانترديسيبلينري. أوكي، أنت مهندس تقدر تشتغل على مشروع مع باحث اجتماعي وهكذا. فأنصح الشباب أنه يوسعون مداركهم، يبقون دائما متفائلين مهما كانت الظروف، لأنه الإنسان المتفائل يجي يوم يحقق الهدف مالته وينجح. ويا رب الموفقية لكل شبابنا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا، نشكركم، نورتونا اليوم. تسلم. أستاذ فواز من مجلة أصدقائي، أستاذ آزاد من أدوبا. إن شاء الله الكل يستفاد من تجاربكم وخبراتكم المتراكمة. شكرا جزيلا لكم، نشوفكم على خير. مع السلامة. شكرا استاذ علي. شكرا.